الطالب يبدأ بقراءة ودراسة الكتب المختصرة الصغيرة، لا يبدأ بالكتب الكبيرة، لا يبدأ بصحيح البخاري، يبدأ بالكتب الصغيرة المختصرة المؤلفة من أهل السنة والجماعة. نعم، الكتب التي أوصى ونصح بها العلماء، العلماء يقولوا أنت لابد تبدأ بهذا الكتاب، إذا أنا أبدأ كما قال العلماء الكبار. العلماء الآن يقول لك مثلا أول شيء لابد تبدأ بالتوحيد، لابد تسمع هذا وتبدأ بالتوحيد. الإسلام 대학자들은 공부할 때 읽을 때 توحيد 즉 하나님의 유일성에 관한 그런 내용을 먼저 공부하라라고 이렇게